السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل الحديث في موضوع البلد ديزيز، وكان عندنا حديث في السابق على موضوع المولكولار بيسك للأكيوت لوكيميا أو للوكيميا بشكل عام، وتحدثنا إنه في الأكيوت لوكيميا بيحصل في عندنا ستوب لعملية اللي هو الديفرنشيشن للسيلز، سواء كان على مستوى المايلوسايت أو على مستوى الليمفوسايت، تمام. وبنكون إحنا هنا في عندنا نسبة من البلاست بشكل طبعا اكبر بكثير من المتعارف عليه. والاز طبعا بيحصل عندنا هناك بروليفريشن للخلايا بحيث انه يزيد عندنا النمبر في هذا الامر، على حساب طبعا اذر سيل لاين موجوده عندنا. وتحدثنا على بعض من المصطلحات في موضوع اللوكيميا واللمفوما في هذا الموضوع، عدا على انه كمان تحدثنا على موضوع الفرق ما بين المايلوبلاست واللمفوبلاست او ان جنرال، تمام، في موضوع المورفولوجي. فبنلاحظ احنا كمان من ضمن الاشياء اللي احنا بنحاول ناكد عليها ونعمل سمري لها، لو اطلعنا على موضوع الليمفوبلاست بنلاحظ احنا على مستوى السايز من خلال هذا التيبل الموجود عندي، بلاحظ انه السايز بشكل عام للليمفوبلاست اكيد اصغر من خلايا المايلوبلاست، تمام. يعني انا بقدر اقول انه السايز عندي 2 ل 3 تايمز ذا سايز اوف ليمفوسايت، اذا الليمفوبلاست اكثر تقريبا من 2 الى 3 مرات من الليمفوسايت الطبيعيه الليمفوبلاست. كذلك المايلوبلاست هي اكثر تقريبا 5 مرات اذا ما كانش اكثر من اللي هو خلايا الليمفوسايت. اذا دائما لما باجي بتحدث عن البلاست، وهذا الكلام ده حدثنا في بدايه المحاضرات، وانا دائما البلاست بتكون عباره عن اماتشور، بتكون عندنا لارج لانه ما زالت الخليه يعني بتكون نوعا ما اكتف بحيث انها تعمل عمليه برودكشن لالوت اوف كومبوننتس للخليه. سيتوبلازميك كاركترستكس، احنا بنعرف بشكل عام لو طلعنا للبلاست بتاعت الليمفوسايت بنلاحظ انه السكانتي لسه سيتوبلازميك دان مايلوبلاست، يعني بتكون الليمفوبلاست انه السيتوبلازم كاركترستكس بكون سكانتي، بحيث انه لو طلعنا على كمية السيتوبلازم بالنسبة لموضوع الليمفوبلاست بتلاقيها كمية قليلة سكانتي، لكن بالنسبة لموضوع المايلوبلاست بتحس انه فيها كمية السيتوبلازم نوعا ما اكثر في الخلية. الكلر طبعا عندنا هنا بكون عندنا بلو كلر للسيتوبلازم بشكل او باخر، هنا بكون عندنا نوع من الجري. شغلة ثانية انه السيتوبلازم جرانيولز، طبعا ما فيش عندي جرانيولز في البلاست، هناك في عنا نوعا ما بدايات لموضوع الجرانيولز. الاور رودز طبعا هذه واضح من ضمن المعالم في عمليه الديفرنشيشن نيجاتيف، احنا قلنا عباره عن الاكيوميليشن اوف جرانيولز، هم عباره عن الاور رودز في السيتوبلا في الليمفوسايت في الليمفوبلاست، بلاقيش عندي اور رودز، هناك بلاقي عندي اور رودز. النيوكليير كاركترستكس، النيوكليير كروماتين يونيفورم كورس، تمام، يونيفورم فاين، يعني ايش اللي بصير عندي النيوكليار بتاعت الكروماتين بتلاقي اكثر كوندنسد في موضوع الليمفوبلاست منها من موضوع المايلوبلاست، تمام. هذا جانب. الشغله الثانيه يعني التنين ممكن تلاقيه نوعا ما يونيفورم بشكل نوعا ما منتظم، شيء بسيط طبعا مش بشكل تام. النيوكليولاي طبعا هل يوجد هناك نيوكليولس بالمعنى الاصح في داخل الليمفوبلاست؟ طبعا يوجد عندي نيوكليولس، تمام، ممكن تكون عندي واحده تنتين نيوكليولس، وكذلك في موضوع الليمفو المايلوبلاست في عندي تقريبا ممكن يصل الى 3-4 نيوكليولس. طبعا انا كلمه نيوكليولس معناته انا شغال في اني انا قاعد بانتج ار ان اي، تمام، في عندي انا سينثيسز لبروتين وهلوم مجره، يعني المصنعيه عندي شغاله. النيوكليوس تو ذا سيتوبلازم ريشيو ان تو ذا سي ريشيو، طبعا بشكل عام بنلاحظ في الليمفوبلاست تكون اكثر نسبه في الليمفوبلاست، يعني بتحس انه كميه النيوكليوس ماخذه حيز كبير في الخليه مقارنه مع اللي هو مين بالنسبه للمايلوبلاست، ولكن هي النسبه بشكل عام عاليه في هذا الامر، ولكن بتحسها في المايلوبلاست نسبه النيوكليوس اقل نوعا ما من نسبه اللي هو النيوكليوس في موضوع الليمفوبلاست. الخليه اللي في الاخر هتنتج عندي من الليمفوبلاست اكيد ليمفوسايت، هنا برومايلوسايت، مايلوسايت، ميتا مايلوسايت او باند سيل بشكل او باخر. في عندنا شغلات اخرى
زي مثلا ايه نطلع موضوع الستين، سايتوكيميكال ستين، مايلو بروكسيديز، الليمفو بلاست طبعا نيجاتيف، هناك عندي بوزيتيف. السودان بلاك عباره عن نيجاتيف زي ما تحدثنا ليتر يعني في وقت سابق عفوا على هذا الكيميكال وايش الديفرنشيشن بتاعها. السودان بلاك بوزيتيف. البريودك اسيد شيف طبعا بلوك بوزيتيفيتي، في عندنا بوزيتيفيتي فيها في الليمفو بلاست، في هناك في المايلو بلاست في عندنا نيجاتيف في هذا الستين بريودك اسيد شيف. نون سبيسيفيك ستيريز عندي نيجاتيف في الليمفو بلاست، هناك بكون عندي بوزيتيف واكثر بكون في اللي هي ام 4 وام 5 اللي هي نوع من انواع الاي ام ال اكيوت مايلو سيتيك لوكيميا، في الام 4 والام 5 اللي حنتحدث عنهم ليتر اون. هذا بشكل عام المفارقات ما بين الليمفو بلاست والمايلو بلاست، ويمكن شويه الصوره هنا بتوضح لي موضوع النيوكليوس تو ذا سيتوبلازم ريشيو. في الاي ام ال في عندنا ما زالت عندي سبيس اكثر من السبيس الموجود عندي سيتوبلازم زي ما احنا شايفين، وفي عندنا اور رودز زي ما احنا شايفين هذا الخط الموجود عندي في داخل السيتوبلازم، هنا ما فيش عندنا اور رودز. بنلاحظ كمان موضوع الجرانيوليتي، ممكن نلاحظ بدايات للجرانيوليتي في المايرو بلاست مش موجود عندنا في الليمفو اي بلاست. نيجي الان ان شاء الله نتحدث على موضوع اخر اللي هو اكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا. احنا تحدثنا انه الاكيوت والكرونيك وعرفنا ايش الفرق بينهم في خلال التيبل السابق عفوا في محاضرة سابقة. الان هنتحدث عن الاكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا، يعني انا معناته اتحدث على اكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا بمعنى اتحدث على بي وعلى تي سيل. اذا بقدر اقول هذه اللوكيميا هي هيكون عندها اللي هي لاين، يا اما يكون عندي لوكيميا على مستوى البي سيل والتي سيل، لانه انا في عندي بروليفريشن للخلايا للبلاست سيلز موجود عندي تمام، وهذا الصحيح للبروليفريشن هيكون على حساب اللي هو البليتلتس، على حساب اللي هو الريد بلاد سيل وهلوم جرى. عشان هيك انا هلاحظ ان هدول الناس هيكون عندهم نوعا ما نيوتروبينيا، ترومبوسايتوبينيا، انيميا اند سو اون في هذا الموضوع. اذا في عندنا هذا الجانب موجود. اذا ايش بقول لي كمان ممكن الاحظ نتيجه اللي هو شده او حده المرض، الاحظ انه صار عندنا اكيوميليشن اوف هذه السيلز لخلايا في مناطق معينه زي الاكسترا ميدالري سايتس، في المننجز، في الجونادز، في التايمس، في الليفر، سبلين اند سو اون تمام. في هذا الامر الاكيوت ان جنرال هي عباره عن تشيلدرن اكثر شيء، هي عباره عن تشيلدرن، خلينا نقول الكومون ما بين 3 و 9 او 10 سنوات الكومون تشيلدرن. لكن هل ممكن تصيب اكثر من 10؟ صحيح ممكن. هل ممكن تصيب اقل من 1 سنه؟ ممكن بهذا الامر، ولكن طبعا بنعرف انه كل ما كان السن خارج هذا الاطار نعرف ممكن تكون الحده اصعب في هذا الموضوع تمام. بقول لي الليمفو بلاست زي ما ذكرنا توصيفها لارج راوند نيوكليوس تمام، في عندنا فاين كروماتين، هذا الكلام ممكن يكون عندنا لاحظ نيوكليولس بشكل او باخر، ما فيش عندنا جرانيولز. الان هذول او هذا الانواع طبعا موضوع الكلاسيفيكيشن بشكل او باخر للخلايا تمام، كان يعني في خلال السبعينات صار هناك كلاسيفيكيشن للخلايا حتى في انواع اللوكيميا اعتمادا على المورفولوجيكال فيتشر تمام. وهذا الكلام طبعا بسموه عمليه الاف اي بي كلاسيفيكيشن تمام. FAB classification المقصود فيه French American British classification تمام system، انه بصير classification اعتمادا على المورفولوجي وبعض احيانا على السيتوكيميكال ستين بتاعت مين هذه الخلايا. هذا الكلام كان في نهاية السبعينات، وبعد هيك طبعا تطور الوضع وصار في هناك WHO اللي هي World Health Organization classification تعتمد اكثر على موضوع الجينيتكس مع تطور المولكيولار تكنيكس. طيب الان نيجي نتحدث هنا الكلاسيفيكيشن طبعا هنا اوكي انه انا في عندنا باثوفيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن لهذه الخلايا. طبعا احنا الخلايا عارفينها عباره عن اماتشور، ممكن تكون اماتشور بي بريكورسر يا اما اماتشور تي سيل. من 80 ل 85% من النسبه اللي هي لها علاقه في البي سيل لوكيمياز اللي هي اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا، والتي سيل اللي بتاخذ لها حيز من 9 من 15 ل 20% تمام. بعض احيان طبعا اللوكيميا هذه الاكيوت الصحيح بيقسموها الى L1 L2 L3 اوكي.
بكون بعض الاحيان شوي كونفيوزنج انك تقدر تعمل ديفرنشيشن نوعا ما حتى في موضوع المورفولوجي ما بين ال1 والال2، ما بين ال1 والال2 في سواء فينوتوبيك او بعض الاحيان في موضوع ال المورفولوجيكال بوينت اوف فيو. لكن ميبي بعض الاحيان يكون في لها شويه على مستوى الخليه، يكون الخليه اكثر ماتشور من بتاعت ال2 من ال1، زي ما حنشوف احنا ان شاء الله في التيبل المقارنات ما بين ال1 وال2 وال3. ال1 المقصود اكيوت لينفوسيتيك لوكيميا 1 و2 و3. صحيح نمبر 3 الان نمبر 3 ما لهاش علاقة نوعا ما بالبروكورسر، لكن هم حطينا من ضمن الأكيوت بشكل أو بآخر، ولكن الخلية بتكون عبارة عن ماتشور بي سيل، تمام؟ وهم صحيح انتقلوا إلى تسميتها إلى بيركتس لينفوما، تمام؟ يعني صار عندي تسمية إلها وكان عبارة عن إيش؟ بيركتس لينفوما، بيركتس لينفوما. أوكي، إذا ألتري أكيوت لينفوسيتيك لوكيميا بيسموها بيركتس لينفوما، إلها علاقة في الخلايا بتكون أكثر ماتشوريشن. الألوان والألتو والأترين طلع عليهم بشكل عام، والتطليع طبعا بشكل عام خلينا نطلع التيبل أفضل في هذا الأمر، بكون نفس الحكي عشان بدناش نعيد في الحديث. ألوان وألتو والأترين صحيح هنا يعني نحتاج أن نطلع للمورفولوجي أكثر. السيل سايز سمول ريجولار، هنا عند السيل سايز قلنا المورفولوجي نوعا ما يقدر يميز لي لارج، نوعا ما السايز نوعا ما ممكن يكون ميكس شوية سمول وشوية لارج. هنا الخلايا لارج، تمام؟ هنا الخلايا ايش؟ لارج في ال 3. النيوكليير كروماتين فاين اور كوندنس، برضه نفس القضيه في كونفيوزنج فاين اور كوندنس، لكن هنا عندنا فاين. ليش انا قلت عندي فاين؟ لانه انا بحكي على خليه ماتشور ناضجه، اذا نشيطه وفي عندها دائما تفاعل انها تنتج مكونات الها على هذا الاساس نوعا ما لوز. النيوكليير شيب بقدر اقول هنا في عنا النيوكليوس ريجولار، تمام؟ فيها شوية انتنديشن يعني شوية عدم أو انبعاج، تمام؟ هنا الريجولار، تمام؟ الريجولار، أوكي؟ نوعا ما يعني بتحس إنه النيوكليوس أكثر في الألوان يونيفورم، تمام؟ من الألتو، تمام؟ بالنسبة للثلاثة نوعا ما ريجولار، وبتكون نوعا ما راوند تو أوفيل النيوكليوس. النيوكليولاي، ها هل في نيوكليولاي؟ بقول لي ممكن تلاحظ او ما تلاحظش في الوان، هنا ممكن تلاحظ لك واحده او تنتين او ممكن ما تلاحظش، تمام؟ في ثلاثه ممكن يكون عندك واحده تنتين موجودين عندنا بشكل او باخر. السيتوبلازم نوعا ما سكانت قليل فيريبل، بعض الاحيان بيكون سكانت واكثر شويه، اذا في عندك تحس لا التو عباره عن مور لارج، نوعا ما النيوكليوس مش ريجولار، وكذلك في عنا ايش؟ السيتوبلازم بكون كميته اكثر نوعا ما. ال 3 بتحس انه السيتوبلازم اكثر بيزوفيليك، يعني وكانه تحس في عندك كميه ار ان اي، لانه احنا شغالين وبننتج ار ان اي وعندنا ماسنجر ار ان اي، عندي رايبوسومال ولما جاروا هذول بياخذوا البيزوفيليك ستين، تمام؟ فهذا الاساس تحس انه السيتوبلازمك بكون عباره عن مور بيزوفيليك دان اذر ستين. هذا اللي هي عمليه مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا من خلال التقييم بتاع الاف اي بي اللي قلنا عنهم، اللي هم الفرنش امريكان كلاسيفيكيشن، امريكان بريتش عفوا كلاسيفيكيشن. ننظر لتيبل اخر في عمليه الكلاسيفيكيشن، بقول لي انا ممكن يكون عندي الانواع الثلاثه بري بي اي ال ال، تمام؟ انه في مراحل متقدمه من عفوا مراحل عفوا بدائيه من الاماتشور، وكذلك عندي التي سيل والبي سيل اي ال ال. هذه المرحله 75% من الكيسز بتلاحظ عندهم بري بي اي ال ال، واللي هو في الاف اي بي عندنا ال1 او ال2. طبعا بقول لي من ناحيه سيتوجينيتكس في عندهم ترانسلوكيشن، ممكن تلاحظ 9 22 ترانسلوكيشن بين 4 و11 1 و19. كمان في عندنا اللي هو الثانية 20% بتمثل، وعندهم تشينج في اللي هو او ترانسلوكيشن معين موجود عندنا موجود، او عندنا مشاكل بتحصل في كروموسوم 14 كيو 11 او 7 كيو 3 4. اوكي، عندنا النوع الثالث اللي هو البي سيل اي ال ال بشكل 5% ال 3
ترانسلوكيشن 8 و14 ممكن يكون 8 و22. طبعا هم صحيح زي ما بيذكروا انه النوع الاولاني بري بي اللي هو اللي في عنده ترانسلوكيشن من 9 و21 اوكي اللي هو من أسوأ الحالات بتاعت البي سي الـ عفوا الاي ال ال اذا كان عندنا بري بي وعنده لخص الترانسلوكيشن 9 و22. ليش؟ لانه هذا الترانسلوكيشن هنلاحظه ان شاء الله ليتر اون في موضوع اللوكيميا بتاعت المايلويد. اللوكيميا احنا قاعدين بنحكي على الليمفويد، فيقال انه هذا من اسوأهم. من افضلهم يعني اللي ممكن تلاحظ البروجنوسز، قصدي البروجنوسز يكون الشفاء افضل اللي بيكون عندهم ترانسلوكيشن من 12 و21. ان جنرال كمان عايز اوضح هنا انه الناس اللي عمره دائما اقل من واحد او اكثر من 15 سنه هدول تلاقي عندهم البروجنوسز اللي هو اكثر ويعني مور باد. مور باد ايش؟ بروجنوسز في هذا الموضوع. اوكي مور باد بروجنوسز في هذا الموضوع. هذا جانب. جانب ثاني طبعا في هذا الجانب انه بنلاحظ لو كان عندنا كملاحظات عفوا بتحدث الان عندي بي سيل تمام اي ال ال او تي سيل اي ال ال. عادة البي سي الاي ال ال هي بتشغل حيز كبير في موضوع التشيلدرن تمام، اما نسبة التي اي ال ال اكثر في موضوع ايش يعني الناس اللي بيكونوا عندنا ادلت تمام، بيكونوا ايش بيكونوا ادلت تمام بيكونوا ادلت. اذا البروجنوسز هنا بيكون بيتر للتي اي ال ال لو كان جاي في عندي في الادلت، والبي سيل اللي هي اي ال ال بيكون افضل البروجنوسز لو كانت عندنا في موضوع التشيلدرن ما بين 3 واللي هو 10 او 15 سنه. اوكي هذا شيء لازم احنا نكون عارفينه. وبناكد ثاني انه الترانسلوكيشن طبعا اللي هو بتاع 9 و22 هو من الاشياء السيئه في موضوع الدياجنوسز اللي هو الباد بروجنوسز لهؤلاء الناس، لانه في عندنا ترانسلوكيشن بسموه فيلادلفيا كروموسوم، بنتحدث عنه ان شاء الله في محاضرات لاحقة، لانه هذا له علاقة في اللي هو الميلويد لاين مش في الليمفويد لاين بشكل عام. طيب هذا جانب. خلينا نطلع على موضوع الابدوميولوجي نعدي عليهم. اوكي بيجي نحكي لي هنا الاكيوت موست كومون في التشايلدهود، وعندنا زي ما ذكرنا 85% تمام، وفي عندنا 15% ممكن يكون ادلت. وضحنا احنا التشايلد هولد البي سيل هي المور كومون، والادلت نوعا ما التي سيل هي اكثر كومون من هذا الامر. طيب وقلنا العمر تقريبا من 1 ل 5 او ممكن نقول من 3 ل 10 سنوات اتس اوكي في هذا الموضوع. بيجي بيقول لي كمان ملاحظه هنا في هذا الجانب، بيقول لي ذير از مارك انكريز، يعني بعض الاحيان ممكن تلاحظ الناس اللي عندهم نوع من انواع الداون سيندروم اللي هي ترايسومي 21 عندهم، هذول الناس بيكونوا عرضة أكثر للاي ال ال في هذا الموضوع. كمان بيقول لي في ناس عندهم بعض من الظواهر زي البلوم سيندروم لها علاقة في الشكل بتاع الشخص أو القامة قصر القامة، الناس اللي عندهم نوع من أنواع الأنيميا، اللي الناس اللي عندهم بعض إشكاليات بسموها تاكسيا تلانجكتاسيا في هذا أخذناها في المناعة، بعض انواع من البروتينات فيها بروبلم الى علاقه بالسيل سيجنال تمام. هذه اشياء ممكن تكون يعني نوع من التمهيد انه يصير عند هذا الانسان اي ال ال تمام. في الراديشن ممكن يكون عندنا هذا الامر موجود. اوكي الكلينيكال فيتشر بشكل او باخر، طبعا الكلينيكال فيتشر طبعا هنا ناس بيكونوا عندنا بالور فتيج، عندهم بتيج نوعا ما. ليش؟ لانه في عندنا ايش يعني بتيج؟ انه بتحس في ترسبات وظهور بعض من البقع على الجلد تمام، لانه هذا في عندنا مشكله في موضوع البليتلتس نمبر واطي، فممكن يصير في نوع من الترشيح للبلاد وصار عندنا نوع من البليدنج. فيفر في عندنا طبعا فيفر، ممكن يكون في عندنا كمان بون اور جوينت بين في المفاصل، يكون عندنا نوع من البين في هذا الامر. اوكي كمان ممكن نلاحظ عندنا مشاكل في موضوع حركه المشي، الارهاق، العضلات شويه ما فيش فيها مقدره على انها تصلب حالها، هذا مشكله. ممكن نلاحظ عندنا كمان هيباتوميجالي، سبلينوميجالي،
عندنا ليمف ادينوباتي ممكن يكون عندنا هذا الامر موجود. ذكرنا طبعا موضوع اللاب، هذول الناس اكيد عندهم انيميا، عندهم ترومبوسايتوبينيا، اوكي. والوايت بلاد سيل بشكل عام يعني يختلف النمبر، بعض الاحيان ممكن تلاحظ انه النمبر بتاعت الوايت بلاد سيل ما يكونش عالي كثير، ممكن يكون بعض الاحيان يكون عندنا عالي، هذا امر ممكن نلاحظ. علو ممكن يكون قريب من النورمال، ممكن نوعا ما يقل عن النورمال، شيء بسيط. هذه التغيرات بتحصل عندنا في موضوع الاي ال ال، اوكي تمام. هذا جانب. شغله ثانيه، البلاست ار يوجوالي بريزنت اون بلاد سمير، يعني انا حلاحظ بلاست، يعني لو انا عملت بلاد فيلم حلاحظ انا عندي في عندي بلاست بكون موجود عندي بشكل او باخر، لكن ممكن ما يكونش موجود عند بعض من الحالات بيسموهم الوكوميك لوكيميا، عند 5% من الحالات ممكن ما تلاحظش خلايا الكانسر سيل في البلاد فيلم. السيرم يوريك اسيد مع اللاكتيت دايدروجينيز برضه ممكن يزيد نتيجة اللي هو الديجنريشن اللي بيحصل عندي للكانسر سيل، والخاصية لما بكون عندنا الخلايا كميتها كثيرة بشكل كبير. هذه من ضمن اللابوراتوري فايندينج اللي احنا ممكن نلاحظها عند هؤلاء الناس اللي موجودين عندنا. هذا عبارة عن بلاد فيلم زي ما احنا شايفين، عبارة عن خلايا ليمفو بلاست بشكل او باخر، فيهم نيوكليولاس ولارج سيلز موجودة عندي. في عندنا اكيوت ليمفوبلاست لوكيميا اي ال ال، بحكي لي اياهم من ناحيه اللي هو السيتوكيميكال من باب التعريف اكثر. بقول لي عندي انا هنا في هذا الجانب عندنا ال 1 ال 2 ال 3، احنا فيش داعي نحكي عن المورفولوجي اوكي حكينا، لكن نيجي نطلع على موضوع البيريديك اسيد شيفت، تلاحظ انه في عندنا بلس فيهم البيروكسيديز اكيد، لانه احنا المايلوبيروكسيديز هو له علاقه وين؟ له علاقه باللي هو المايلوسايت. الاسيد فوسفاتيز تقدر تقول ما فيش عندي واضح الاسيد فوسفاتيز، هي في هذا التيبل معرفته ليس الا. البون مارو في هذا الجانب، البون مارو عندي ده بون مارو ان اي ال ال، انا في عندي نسبه ايش؟ بلاست، وطبعا نسبه بلاست اكيد حتزيد عندي او توصل اكثر من 10 20 في المية من الخلايا الليمفوبلاست في هذا الموضوع. اوكي. كمان عندهم لما تيجي تعمل السين للبون مارو على سبيل المثال لهذا الاسبيريشن، تعمل ستين بالبيريوديك اسيد شيف، هتحس انه في عندنا بوزيتيفيتي في هذا التيست. تمام؟ في اكثر من تقريبا ابروكسيمتلي نص الحالات من هذول الناس عندهم اللي هو البيريوديك اسيد شيف بوزيتيف. طبعا المايلوبروكسيديز زي ما قلنا السودان بلاك ونون سبيسيفيك استريز وسبيسيفيك استريز، هذا الكلام كله مش موجود في موضوع الليمفو بلاست ان جنرال. اوكي، هنا اكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا في بون مارو، في عندنا خلايا ليمفو بلاست بشكل طبعا كبير موجود عندنا في هذا الجانب. احكي لي هنا معلومة أخرى، greater than 25% من البون مارو سيلز must be identified as lymphoblast. تقريبا أتوقع أنه 25% في ممكن يكون 30 منهم خلايا بلاست lymphoblast. طبعا أكيد نسبة كبيرة جدا مقارنة مع النورمال ريشيو الموجود عندي. تمام، وهذا الكلام على أساس أقدر أعمل يعني أقول definition أنه بالفعل هذا الأمر موجود عندي as a leukemia. أوكي، وهذا الكلام اعتمادا على تصنيف WHO. اوكي، اذا هذه الليمفو بلاست بشكل او باخر تمام بيشكلوا لي هذه النسبه زي ما احنا ذكرنا. كمان ايش بيقول لي؟ بعض احيان ملاحظه when the leukemic process is limited to a mass legion، تمام، انك انت بدات تلاحظ كميه البلاست قليله تمام، فبعض الاحيان ممكن يحصل عندك نوعا ما يعني نوع من اذا قلت النسبه قليله اقل من 25 20 او 15 نوعا ما هي كثيره مقارنه مع النسبه الطبيعيه لكن اقل من المتعارف عليه في الاي ال ال ار سين ان ذا مارو ذا ديزاينيشن ليمفوما از يوز. بعض الاحيان انت ممكن ايش تتجه انه احتمال يكون عندي انا ليمفوما، ومن ضمن الكومبليكيشن انه صار في عندي خلايا الليمفوبلاست صار عندي موجوده في وين؟ في داخل البون مارو.
ممكن هذا الكلام اللي لاحظه بشكل عام اذا كانت النسبه اقل من 25 و20 بضلوا كويشن انه احتمال يكون عندنا ليمفوما ان جنرال. الاميونوفينوتايبنج بتاعت الخلايا، طبعا الاميونوفينوتايبنج بنعرف ايش معناته الاميونوفينوتايبنج، انه انا بدي احاول اعمل تشيك اشوف بعض من الماركر زي السي دي ماركر على سطح الخلايا او اطلع على شغلات في داخل السيتوبلازم. هذا من ضمن اللي هو التست اللي احنا ممكن نعرفه، وهذا الكلام ساعدنا فيه اللي هو الفلو سايتومتري زي ما احنا عارفين في هذا الموضوع. بعد ما ناخذ العينه وطبعا بتصير لها نوع من التريتمنت، سواء كان عينه البلاد او عينه البون مارو اسبيريشن، بيجي بيقول لي مثلا على اساس انت تعرف الخليه وتعمل عمليه يعني توضيح اكثر في هذا الجانب، بيقول لي بريكورسر بي سيل ALL عندها CD19 وCD20 تمام، لكن اكثر الحالات عندهم CD كمان 10 اللي هو بسموه كومون اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، كومون اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا انتيجين، كومون اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا انتيجين. كمان عندنا هنا ممكن ما دام الخلايا بتحكي عنها اماتشور، لو عملت تشيك للسي دي 34 ممكن تحس انها بوزيتيف، اللي هي عباره عن اديجن موليكيول موجود على خليه دائما النورم، عفوا اللي الستيم سيل، ما زال عندي كميه من السي دي 34 على سطح هذه الخلايا. كمان بقول لي حتلاحظ ما دام انت بتحكي على ليمفو بلاست حيكون عندك كمان بتلاحظ ممكن الميو تشين، عارفين الميو تشين اللي هي عباره عن الهيفي تشين موجوده عندي في السيتوبلازم لو عملت ستين لها، كذلك في عندنا التي دي تي موجود اللي هو عباره عن التيرمينال دايوكسي نيوكليوتيدال ترانسفيريز. هذا بالنسبه لمين؟ لخلايا البي سيل، عشان يقول لي انه انا عندي اكيوت ليمفوسيتك لوكيميا اللي علاقه في البريكورسر بي ليمفوسايت. عندنا خلايا التي سيل بريكورسر تي سيل، لو انا متوقع يكون عندي تي سيل خلايا لازم يكون عندي سي دي 2 سي دي 5 وسي دي 7. ممكن نلاحظ سي دي 4 وسي دي 8 ميبي، يعني يكون الاكسبريشن ما صارش عندي بشكل او باخر. السي دي 3 ممكن يكون عندي موجود ما زال في السيتوبلازم سي دي 3 تمام، ومش موجوده عندي الساعه في على السطح، يعني السي دي 4 سي دي 8 برضه بتوقع طبعا يكون اللي هو ما فيش لهم يعني موجودين، مش موجودين بشكل او باخر ابروكسيميتلي ابسنت اللي هم سي دي 4 سي دي 3 سي دي 4 سي دي 8 السي دي 3 اللي هو نوعا ما في السيتوبلازم ما زال. بقول لي على اساس انه يكون عندك ماتشور بي سيل اي ال ال في البركة السلوكيميا او الليمفوما تمام، انه بلاحظ انه خلايا البي سيل عليها اميونوجلوبولين، لان احنا قلنا هذه الخلايا بتكون اكثر ماتشور، التسميه صار فيها كونفيوزنج لل ال 3 كانوا يحطوها في البدايه على البركة الليمفوما بس بعد هيك سموها مع السلوكيميا. اوكي عليهم اللي هو اميونوجلوبولين موجود عندنا وعباره عن هيفي ولايت تشين. اوكي كمان عندنا سي دي 19 ممكن تلاحظ عندهم وعندهم سي دي 20. اذا ان عشان اميز اذا صار عندي كونفيوزنج على مستوى المورفولوجي، وان كان المورفولوجي بيحسم الامر بعض الاحيان تمام، انه بلاحظ في عندي كمان بالاضافه لسي دي 19 و20 عندي اللي هو الاي جي ام از ا سيرفيس اميونوجلوبولين على السيرفيس على السطح. بيجي يقول لي عندي كروموسوم الالتريشن بيحصل عند اكثر من 75% من الحالات تمام، عندهم اللي هم كروموسوم الابنورماليتي على مستوى الترانس لوكيشن تمام، بسموه ريسيبروكال ترانس لوكيشن. هنا بيجي بيتحدث لي على انواع معينه تمام وحالات يعني نادره من حالات الاكيوت لوكيميا في انفانت، وكذلك في عندنا فيلادلفيا كروموسوم اكزيست، وبيتحدث لي عن التي سيل وعن البيركتس لوكيميا.
على كل إن شاء الله هنتحدث عنهم المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. وبنكمل اللي هو الأكيوت لينفوسيتيك لوكيميا. أوكي، وبعد هيك إن شاء الله بننتقل للـ AML. إذن إحنا إن شاء الله بنكون هنا وقفنا عند Special Type of Acute Lymphoblastic Leukemia. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.